من لندن مع الكاتب الصحفي محمد أبو العينين. مساء الخير سيد محمد. إذا ما بدأنا بمطالبة بريطانيا بإصلاح شركات التأمين، شركات الإنترنت لاستراتيجيتها، كيف تمكن عملية الإصلاح هذا؟ كيف هي ممكنة؟ يعني تبذل الدول بشكل عام جهود ربما تكون حثيثة في الآونة الأخيرة لمحاولة التأثير على شركات الإنترنت والشركات المشغلة لخدمات الاتصالات الدولية، وخاصة خدمات الرسائل وغيرها كفيسبوك أو واتساب أو تويتر، من أجل بذل المزيد من الجهود ل تتبع ورصد ما يمكن أن نطلق عنه الحسابات التي تبث ما يمكن أن يسميه دعاية للمتطرفين أو وسيلة للتواصل. هنا تكمن مشكلة رئيسية وهامة، أنك هنا تتجاذبي معادلة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة في المجتمعات الغربية، وهي ضرورة الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها أو الاطلاع على مراسلات الأفراد، وما بين الجانب الآخر وهو أن مقتضيات ما يطلق عليه الحماية والأمن الذي يجب أن تتوفر والذي تتمكن من خلاله الحكومات من كشف الاتصالات السرية، وبالتالي إحباط ما يمكن أن نقول عنه محاولات إرهابية أو عمليات مزمع القيام بها. طب كيف يجب التعامل مع هذه الجدلية؟ كما قلت يعني تبقى دائما خاصة بالبلدان الغربية هذه الجدلية بين الخصوصية، خصوصية الإنترنت والمراقبة الأمنية، وأيضا يعني طبعا المفروض عدم المراقبة العشوائية. يعني في تقديري أنه يعني الضابط الأول أو المعيار الأول الذي تتمسك به ما يمكن أن نطلق عليه المجتمع المدني أو حركات الحقوق المدنية أو ما إلى ذلك، هو أن لا تتم عمليات المتابعة والرصد إلا للعناصر التي يصدر بشأنها أمر من الجهات القضائية المختصة، وبالتالي ألا يترك للأجهزة الأمنية حرية تحديد من هو الذي يمكن أن يخضع للمراقبة ومن لا يخضع للمراقبة. أي أن الاشتباه ليس كافيا للاطلاع على المراسلات الشخصية للأفراد، وإن هذا الأمر يقتضي بذل المزيد من الجهد من قبل الحكومات وتكثيف جهودها على الأرض لرصد مثل هذه الجماعات، وعند رصدها يسهل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للحصول على إذن بالمراقبة أو إذن بالاطلاع، حتى لا تكون اتصالات الأشخاص وتواصلهم مع بعض يعني مكشوفا، ويعني يمثل تهديد مباشر لحريات الأفراد ولحق الخصوصية المنصوص عليه في معظم الاتفاقيات الأوروبية، وخاصة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. نعم، أنا أشكرك جزيلا من لندن سيد محمد أبو العينين الكاتب الصحفي.